السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي إخواني متتبعي ومحبي قناة فتي حسن وفتي حسن، كي دايرين؟ هانيين صحة لاباس، الأحوال طيبة، يصبح على خير كل من أخلد للنوم. وليلة سعيدة الإخوان الذين لازالوا ينتظرون رؤية الفيديو. كي دايرين الخوت؟ كل شي بخير الحمد لله. نرجعوا اليوم للكينتي ديال اليوم اللي كان تري 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 ديفيسيل ادي شيفري نيو لوردر نيو مي. الحمد لله قناة فتي حسن في تألق يوم عن يوم، وهذا بفضل الدعم والتشجيع ديالكم اخواتي اخواني ميزامي لي تيرفيست. لا سيليكسيون ديالنا كيف ما شفتو كانت جد جد معتبرة، يعني غير اللي ما بغاش يستفد. الصراحة هي هادي، غير اللي ما بغاش يستفد. ارجعوا لا سيليكسيون نشوفوها كاملين. لا سيليكسيون ديالنا كانت هي هادي الكينتي ديال لو 22. السيليكسيون ديالنا هي هادي 13 7 3. هادي 3 برومي، هالو 14، هالو 11. عاودو شوفو الفيديو واش كاين شي تغيير اولا داكشي هو هداك. ها 13، ها 7، ها 3، هل 14، هل 11. ما غاديش تلقاو شي تغيير بتاتا. لا سيليكسيون اللي عطيناكم هي هادي. حنا مشينا بطريز في الراس، جا سانكيام، جا الاول من الجهه الاخرى، في الراس من الجهه الاخرى. بون لا ديرنيير مينيت عطاتكم 7 وعطاتكم 13، 7 غانيون 13 5. لا ديرنيير مينوت ديالنا كانت هي لو 13، جا 5 اكومبانيون 8 ما تبلاصاش. بالنسبه لي سوبليمون ديالنا 3 و 14، 3 جا 4، 14 جا 2. هكا وقع يعني إذا درنا 7 و13، هاد 13 معاودين هنا 3 و14، هادو كاطر نيميرو من لاريفي. كيبقى خصكم هذا. بون باش كنقول لكم حنايا الحمد لله اوني ساتيسفي من هادشي اللي كنديرو. كنتمنى انكم حتى نتوما تكونوا ساتيسفي وتكونوا كتستافدوا. يعني بكل وضوح ما كنضرقوا عليكم اخوتي لي تيرفيست حتى شي حاجه، اللي كاين كنفضحوا عليكم. كانت صعيبه كنقولوا لكم صعيبه، كانت سهله كنقولوا لكم سهله. قلنا لكم كاين سويفي، جا سويفي، جات 13 14. يعني كنظن والله اعلم ما كاينش شي قناه اولا شي واحد اللي غادي يهضر بهذا الوضوح هذا مع لي تيرفيست. علاش؟ حيت انا كنقول لكم هذه القناه ديال الكل، والشعار ديالنا ما كنخلصو حتى واحد من جيبنا، وكنبغيو كلشي يستافد، كنبغيو حتى واحد يلعب من جيبو. هذا هو الشعار ديال القناة، ديال قناة فتي حسن تيرف. وكنتمنى انني نكون عند حسن ظنكم، وكنوصل لكم داكشي راه كنوصلو بكل امانة، داكشي اللي علمنا الله واللي شفناه واللي بحثنا فيه بالمساعدة ديال ليكيب، وهذا راه كنوصلو لكم بكل امانة. فعلا احنا بشر
وهذا الشيء راه كتعرفوا هذا الدومين هذا راه الي طري ديفيسيل. كنبقاو حنا اون فان دو كونت كنبقاو بشر، نقدروا نصيبو نقدروا نخيبو، ولكن الحمد لله والشكر لله دائما غاديين في تألق. باش ندير شي فريو الكورسة ديال اليوم راه الحمد لله، وهذا راه بالفضل ديال الدعم والتشجيع ديالكم بصراحة. دونك غادي ندوزو ان شاء الله الكينتي ديال غدا ديال الهولندي. كنتمنى لكم بعدا ديال ماردي اللي غادي يكون لو 23/6/2020 غيكون في اوتاي ريونيون ا كورس 6 هي تحنقيز نقاز 3900 غازون تيران. غادي يكون طري سوبل كورد اغوش 17 البارتون. الديبار غادي يكون مع الوحده قل قسمين التوقيت ديالنا ديال المغرب الحبيب. ما فيها بس قبل ما نبداو التحليل نقول لكم واحد لانفورماسيون على الثاني، واحد الخبيره هو ان الكورس غتكون يعني ماشي بحال ماشي تري ديفيسيل او لا كما كنقولوا ديابوليك، ولا غتكون ديفيسيل عاديه ديفيسيل ديفيسيل. مي لانديس ديالها طايح اليوم لانديس 8 سيتادير على بورتي في المتناول. لاندي سويت كتكون الكورسة يعني ماشي صعيبة بزاف وماشي سهلة، ما كندخلوها في الخانة ديال الديفيسيل. مي نحاولو ما امكن اننا نديرو المجهود ديالنا كالعادة ونطلبو من الله التوفيق. دونك غادي نمشيو ان شاء الله نبداو بالتحليل ديالنا، وغادي نبداو بلو نيميرو 3. هاد الثلاثة ستان هونغر عنده 5 ديال السنوات، يلا عنده 5 ديال لي كورس في الكونتور ديالو، وهادي ديال غدا غتكون هي لا سيزيام، يعني باقي جديد باقي طري وخا السن ديالو 5 سنين. غادي يكون هاد لو كينتي هذا سون برومي غران هانديكاب وأول كينتي، مي إلي كومبيتيتيف يعني مزوين. ديبيت أوتي أول مرة غادي يدير أوتي، غير هو كيدير كاع لي صول، ما عندوش مشكل مع اللور ولا طري لور ولا كولون ولا بون ولا بون ليجي ولا بون سوبل ولا سوبل ولا طري سوبل، ما عندوش مشكل. دونك غادي هاد الطروة هذا غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي نمشيو ان شاء الله لانوتر كونكيرون اللي هو الرقم 4، هذا هونغر عنده 5 ديال السنوات نيميرو 4. هاد الكات هذا كتعجبو اوتي، واحد على واحد سيرسو باركور، يعني دار هاد الباركور في التيران مرة واحدة جابو، عندو اون بون فالور عفوا 57 شوية ديال لاغريب. قلنا عنده اون بون فالور، مي عنده شويه لو بوا ديال لو جوك زايد، مي ال بو لو سيبورتي، ممكن انه يتحمل هاد لو بوا هاد اللي زايد، عنده شويه واحد 2 كيلو.
دونك هاد لو كارت غادي نحطوه بارمي لي سيربريز ان شاء الله. بقات لنا شي بلاصه غادي ندخلوه لا سيليكسيون. غادي ننتقلوا ان شاء الله الان نوطر نيميرو اللي هو نيميرو 7. هادي نانا فميلات هي عند كلهم هادو عندهم 5 سنين ريغولير كتبغي اوتي ال ام اوتي ان سير اه سير سو باركور يعني دارت هاد المسافة فاتيرة المرة واحدة جبتها عندها اون بون فالور 57 عندها ان بتي بيمول واحد المشكل اللي هو صغيور عندها واحد 2 كيلو زايدة بالنسبة للو بوان ديال لو جوك ولكن ما كنظنش غادي تكون عائق. هاد العودة هادي غنحتفظو بيها في لاسيليكسيون ديالنا بور اون بلاص وكنتمنى انها تكون في لاكومبينيزون غانيونت او بلاصي علاش لا. غادي ننتقلو ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 12. هذا هونغر عنده 5 سنين ريغولي اول مرة غادي يدير الكينتي بادي ب55 دو فالور ما عندوش معاها مشكل لان ديجا دار بها شي حاجة. عنده ان بون بوا كيدير كاع لي سول ما عندوش مشكل. دونك اتونسيون à ce numéro 12. Attention à ce numéro 12. À ce numéro 12, il a fait un bon parcours. On a fait un bon incident. Il a fait la combinaison gagnante ou placée. On a fait un donc, on a fait la sélection de la pour une place. غادي ننتقلوا ان شاء الله الان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 14 لو نيميرو 14. هذه حتى هي فاميلا عندها 5 ديال السنوات. هي في الحقيقه ني باريغيليير ماشي معقوله وما عندهاش شي ريسيت في اوتيل يعني ما اوتيل ما عندهاش معاها. نقص ليها الهونديكابور دار معاها واحد لو جيست نقص ليها واحد الكيلو في ليشيل دي فالور. عندها ان بون بوا اون با دو طابلو يعني كي كيشجعها شي شويه داك لو بوا ديالها. لونترينور ديالها اوبتيميست و كونفيون. دونك هاد الكابورز هادي ربما تخلق شي مفاجأة وهادشي علاش احتفظنا بها في لاسيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي ندوزو لان نوتر كونكيرون في لاسيليكسيون في التحليل ديالنا اللي غادي يكون هو الرقم 17 لو 17. هونغر عنده 5 سنوات ريغولي دار هاد الباركور مرة واحدة جابو في التيران هذا ناقص كيلو تهلا في لونديكابور نقص له واحد الكويلو بالنسبة لي شال دي فالور. عندو لو بوطون ويت اون با دو طابلو مالغري سون دي بي دون لي كينتي لأن أول مرة غادي يدير ان كرون هونديكاب ان كينتي. Il peut créer une belle surprise ou يقدر يكون في لاريفي. دونك غادي نحتفظو به في لا سيليكسيون ديالنا غنغمرو به ونحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص وكنتمنى انه يكون بارمي لي 5. بالنسبه للتحليل ديالنا حنا كملناه باختصار غادي يكونوا عندنا دي شوفو ما هضرناش لكم عليهم مي حطيناهم في لا سيليكسيون حنا خلينا عليهم ما عندناش مشكل ولكن حنا غادي نحطوهم في لا سيليكسيون ديالنا راه غتلقاوهم تمايا. دونك غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا
ولا بواط نوار إن شاء الله. بسم الله. بالنسبة لويني ميرو و la sélection du quinté du 23-6-2020 à Auteuil de la chaîne Fatih Hassan Tirf 100 7 12 3 14 9 11 17 5 ربما لقيتو هنايا 5 وال 11 وال 4 وال 9 ما درناش لكم عليهم، حنا دخلناهم لكم هنايا في لا سيليكسيون. هذيك 5 كانت عندنا تما، ال 4 خرجناها لبرا وكانت عندنا السقف، 5 رديناها لداخل يعني بدلنا لهم لي زومبلاسمون. اللي كانت في لا سيربريز دخلناها لا سيليكسيون، اللي كانت في لا سيليكسيون خرجناها لا سيربريز. دونك اعيد الارقام 8 الكينتي ديال 23-6-2020 اوتي الخاص بقناة فتح حسن تيرف هم 7 12 3 14 9 11 17 و 5. بالنسبة للأرقام المفاجأة ديال القناة كاين الأ والكات الواحد والربعة. بالنسبة للأرقام المفاجأة ديال القناة كاين أ إي كات. بالنسبة لابواط نوار لي كاتر نيميرو دو لابواط نوار دو لاشين فتح حسن تيرف الأرقام الأربعة للعلبة السوداء لقناة فتح حسن تيرف 100 7 3 2 12. الأرقام الأربعة للعلبة السوداء لقناة فتح حسن تيرف هم 7 3 2 12 7 3 2 12. دونك خوتي إلى هنا نكون قد انتهينا من التحليل ديالنا ومن لا سيليكسيون ديالنا ومن العلبة السوداء بالنسبة لابوط نوار. غدا إن شاء الله غدا تكون لا ديرنيير مينيت، ونتمنى أن هاد الناس يصلحوا لنا هاد المشكل ديال هاد لوريزو. رحنا مرتين معاهم وكنخلصوا رزقنا هكاك. غدا تكون إن شاء الله لا ديرنيير مينيت وما يتبعوها، وغادا تكون ان شاء الله شي سيربريز غادي نقولوها لكم الى كتاب. دونك ما تنساوش اخوتي الله يجازيكم بخير دعمونا بلي لايك، حنا راه كنديروا معكم جهدنا وكثر من جهدنا كنطلبوا منكم الا تشجيع، والتشجيع هو لي لايك. عاونونا بلي لايك الله يجازيكم بخير، لان هذا افضل منكم ماشي امر منا، وحسبوا راسكم كتفبروا علينا بديك اللايك. دونك انتظرونا غدا ان شاء الله في الفيديو قبل الكورسه اللي غدا تكون فيه لا ديرنيير مينيت وما يتبعوها، وكذلك غدا تكون ان سيربريز ان شاء الله. دونك الى هنا خوتي خواتاتي كنقول لكم تبارك الله عليكم، تهلاو في راسكم، ودعواتكم لاخوكم فتح حسن كالعاده. وما تنساوش لي لايك والدعم، ولاول مره كيشوف القناه ديالنا يبارك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. وكنقدم الشكر للناس اللي زادوا معنا في القناه وتقوا فينا، كنقول لهم مرحبا بكم في القناه ديال الاصدقاء قناه فتح حسن تيرف. كنشكر الناس المشتركين معنا في القناة والمتتبعين اللي كيدعمونا ويشجعونا، وكذلك لي بارير دي زوتر باي اللي كان نشكرهم تا هما من هذا المنبر
وكنشكر كذلك الناس ديالي لي زابوني اللي تاقوا فيا والاخوان اللي كانوا معنا ورجعوا جدوا فينا الثقة. كنقول لهم مرحبا بكم مرة اخرى، وكنتمنى ان الثقة ديالكم تكون في محلها، وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.